السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم نقدم لكم درس التناسبية 1. درس التناسبية سهل جدا لكنه واسع وشامل وفيه عدة طرق. يعني اليوم سنتعلم كيف أستخرج معامل تناسبية، وهل هذا الجدول يمثل وضعية تناسبية، وكذلك نتعرف على جميع الطرق لحل وضعية تناسبية. ليس جميع الطرق، أنا سأقدم لكم 4 طرق، يعني أهم الطرق لحل وضعية تناسبية. الطرق الأربعة هي معامل تناسبية، الطريقة الخطية، قيمة الوحدة، والطريقة الثلاثية. إذا مستعدون؟ بسم الله. أولا، ما معنى التناسبية؟ التناسبية هي إيجاد العلاقة بين سطرين، أي تناسب أعداد السطر الأول مع أعداد السطر الثاني في جدول تناسبية. ما معنى هذا؟ معناه عند الانتقال من أعداد السطر الأول في الجدول إلى أعداد السطر الثاني، يعني من الأعلى إلى الأسفل، نضرب في نفس العدد ويسمى معامل تناسبية. مفهوم؟ سأشرح أكثر. نبدأ بالمثال الأول. لاحظ هذا الجدول. إذا لدينا جدول فيه سطرين ومجموعة من الأعمدة. السؤال يقول: هل هذا الجدول يمثل وضعية تناسبية؟ ما هي التناسبية؟ قلنا التناسبية هي تناسب أعداد السطر الأول مع أعداد السطر الثاني. إذا نطرح سؤال بطريقة أخرى: هل تتناسب أعداد السطر الأول لهذا الجدول مع أعداد السطر الثاني؟ كيف نتأكد؟ قلنا ننتقل من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني بالضرب في نفس العدد. كيف ذلك؟ نبدأ بالعمود الأول. لدي في السطر الأول 3 وفي السطر الثاني 6. إذا ما هو العدد الذي أضربه في 3 يعطيني 6؟ العدد هو 2. إذا نتأكد 3 في 2 يساوي 6، صحيح. الآن نتأكد مع باقي الأعمدة، ما هو العدد الذي أضربه في 6 يعطيني 12؟ نفسه 2. ما هو العدد الذي أضربه في 10 يعطيني 20؟ هو 2. نفس الشيء، 20 في 2 يساوي 40. إذا عندما ننتقل من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني نضرب في نفس العدد وهو 2. 3 في 2 6، 6 في 2 12، 10 في 2 20، 20 في 2 40. إذن هل يمثل هذا الجدول وضعية تناسبية؟ نعم، هذا الجدول يمثل وضعية تناسبية. لماذا؟ لأن أعداد السطر الأول تتناسب مع أعداد السطر الثاني، أي ننتقل من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني بالضرب في نفس العدد. كيف نسمي هذا العدد؟ نسميه معامل التناسبية أو معامل التناسب، وفي هذا الجدول هو 2. مفهوم؟ نواصل مع المثال الثاني. لاحظ هذا الجدول. السؤال يقول: هل هذا الجدول يمثل وضعية تناسبية؟ لكن نتذكر مع بعض ما هي التناسبية. هي تناسب أعداد السطر الأول مع أعداد السطر الثاني. كيف ذلك؟ أي عندما ننتقل من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني نضرب في نفس العدد. نبدأ بالعمود الأول. ما هو العدد الذي أضربه في 4 يعطيني 16؟ هو 4. إذن 4 في 4 16، صحيح. إذا نتأكد 8 في 4 كم يساوي؟ 32. 12 في 4 48. 25 في 4 100. إذا هل تلاحظون؟ كل أعداد السطر الأول عندما نضربها في 4 تعطيني أعداد السطر الثاني التي تقابلها. إذا هل يمثل هذا الجدول وضعية تناسبية؟ نعم، هذا الجدول يمثل وضعية تناسبية لأن أعداد السطر الأول تتناسب مع أعداد السطر الثاني، أي ننتقل من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني بالضرب في نفس العدد. قلنا كيف نسمي هذا العدد؟ معامل التناسبية. وما هو معامل التناسبية هنا؟ 4. ممتاز، إذا نواصل. المثال الثالث. لاحظ هذا الجدول. هل هذا الجدول يمثل وضعية تناسبية؟ نتأكد مع بعض. قلنا لننتقل من السطر الأول إلى السطر الثاني يجب أن أضرب في نفس العدد. يلا نبدأ بالعمود الأول.
ما هو العدد الذي أضربه في 5 يعطيني 25؟ العدد هو 5. ما هو العدد الذي أضربه في 7 يعطيني 35؟ ونفسه 5. ما هو العدد الذي أضربه في 10 يعطيني 60؟ هو 6. هنا هناك اختلاف. 15 في كم تعطيني 75؟ 5. لكن في العمود الأول وجدنا 5، العمود الثاني 5، الثالث 6، ورابع 5. إذن هل هذا الجدول يمثل وضعية تناسبية؟ لا، هذا الجدول لا يمثل وضعية تناسبية. لماذا؟ لأن أعداد السطر الأول لا تتناسب مع أعداد السطر الثاني، يعني لا نضرب في نفس العدد لننتقل من السطر الأول إلى السطر الثاني. إذا كان هناك اختلاف واحد فقط نقول هذا الجدول لا يمثل وضعية تناسبية، أي عندما ننتقل من أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني لا نضرب في نفس العدد، إذن ليس هناك معامل التناسبية. مفهوم؟ ممتاز. الآن نتعرف على معامل التناسبية. ما هو معامل التناسبية؟ هو العدد الذي أضربه في أعداد السطر الأول لأتحصل على أعداد السطر الثاني. إذن في هذا المثال أو في هذا الجدول عندما أضرب أعداد السطر الأول في 2 أتحصل على أعداد السطر الثاني. إذن أين هو معامل تناسبية؟ هو 2. نتأكد مثلا في العمود الأول عندما أضرب 2 في 2 يعطيني 4، العمود الثاني 10 في 2 20، العمود الثالث 25 في 2 50، العمود الرابع 50 في 2 100. إذن 2 هو معامل تناسبية وهذا الجدول يمثل وضعية تناسبية، وهو نفس العدد الذي أقسم عليه أعداد السطر الثاني لأتحصل على أعداد السطر الأول. نفس العدد، يعني عندما أنتقل من السطر الأول إلى السطر الثاني أضرب في معامل تناسبية، وعندما أصعد من السطر الثاني إلى السطر الأول أقسم على نفس العدد، على نفس المعامل. إذا نتأكد هنا، نبدأ بالعمود الأول. لاحظوا أننا نذهب إلى العددين الموجودين في نفس العمود. هنا لدينا، لاحظوا، لدينا 4 و 2. ماذا أفعل؟ أقسم 4 على 2 تعطيني 2. العمود الثاني لدينا 10 و 20. ماذا أقسم؟ 20 قسمة 2 يعطيني 10، وأكمل بهذه الطريقة. قلنا إذن ننتقل من السطر الأول إلى الثاني بالضرب في معامل تناسبية، وننتقل من السطر الثاني إلى السطر الأول بالقسمة على نفس العدد وهو معامل تناسبية، أي هو عدد ثابت مع كل الأعداد في الوضعية التناسبية. مفهوم؟ إذن هذا هو معامل تناسبية. الآن سنتعرف عن كيفية استخراج معامل تناسبية. تعالوا معي. كيف أستخرج معامل تناسبية؟ لاحظوا هذا الجدول. هذا الجدول يمثل وضعية تناسبية. ما معنى ذلك؟ معناه عندما أنتقل من السطر الأول إلى السطر الثاني أضرب في نفس العدد، والعكس صحيح، عندما نصعد من السطر الثاني إلى السطر الأول نقسم على نفس العدد. استخرج معامل تناسبية من الجدول. الآن كيف أستخرج معامل التناسبية؟ كيف أجد هذا العدد؟ إذن لدي طريقتين. الطريقة الأولى والسهلة، أقسم أعداد السطر الثاني على أعداد السطر الأول، أو بطريقة أخرى أو بعبارة أخرى أقسم العدد الكبير على العدد الصغير. نبدأ بالعمود الأول. إذن قلنا من الأسفل إلى الأعلى. إذن لاحظوا العمود الأول فيه 2 و 4. أين هو العدد الكبير؟ هو 4، والعدد الصغير هو 2. 4 و 2 نجدها في نفس العمود. ماذا نفعل؟ نقسم 4 قسمة 2 ونجد كم؟ نجد 2. إذن 2 هو معامل تناسبية. كيف وجدناه؟ قسمنا العدد الكبير على العدد الصغير الموجودان في نفس العمود. مثلا إذا انتقلنا إلى العمود الثاني نقسم 20 على 10 ونجد 2، 50 قسمة 25 نجد 2، 100 قسمة 50 نجد 2، نفس العدد الذي أجده. إذا 2 هو معامل تناسبية، نضعه كذلك في الجهة الأخرى. الطريقة الثانية،
ما هو أطرح السؤال ما هو العدد الذي أضربه في إعداد السطر الأول لأتحصل على إعداد السطر الثاني؟ إذن لكي أنتقل من الأعلى إلى الأسفل أو من السطر الأول إلى السطر الثاني أضرب في عدد، ما هو هذا العدد؟ إذن ما هو العدد الذي أضربه في 2 يعطيني 4؟ ما هو العدد الذي أضربه في 10 يعطيني 20؟ وأكمل مع باقي الأعمدة. إذن هو نفس العدد، هو 2. يعني إذا وجدته عن طريق القسمة لا داعي لطرح السؤال، لأنه نفس العدد، هو معامل تناسبية. فقط أقسم العدد الكبير على العدد الصغير وأجد معامل تناسبية. قلنا معامل تناسبية هو نفس العدد الذي أضربه في إعداد السطر الأول لأجد أعداد السطر الثاني، أو أقسم عليه أعداد السطر الثاني لأجد أعداد السطر الأول. مفهوم؟ هذه الطريقة لاستخراج معامل التناسبية. وصلنا إلى أهم جزء من درس التناسبية، وهو طرق حل وضعية تناسبية. إذا قلنا درس تناسبية سهل جدا، لكن فيه عدة طرق، اخترت منها 4 طرق وهي الأهم. نبدأ بالطريقة الأولى وهي التناسبية العمودية. ما معنى التناسبية العمودية؟ يتميز هذا النوع بالعلاقة الموجودة بين أعداد السطر الأول وأعداد السطر الثاني، وبالتالي ماذا نفعل؟ نضرب أعداد السطر الأول في معامل تناسبية، أو العكس، أعداد السطر الثاني أقسمها على معامل تناسبية. سوف أشرح أكثر مع هذا الجدول. إذن هذا الجدول يمثل جدول تناسبية. لاحظوا، في السطر الأول لدي عدد الأقلام، وفي السطر الثاني لدي ثمن الأقلام. إذن ما هي العلاقة الموجودة بين السطر الأول والسطر الثاني؟ إذن ما هو العدد الذي أضربه في أعداد السطر الأول لأتحصل على أعداد السطر الثاني؟ إذن نضرب 3 في 5. جيد، 3 في 5 تعطيني 15. وعندما أنتقل من الأسفل إلى الأعلى أقسم، إذن 15 أقسمها على 5، كذلك نفس العدد تعطيني 3. إذن هذه طريقة التناسبية العمودية، سأشرحها أكثر. انتبهوا جيدا. إذن نبدأ بالوضعية الأولى. إذا علمت بأن ثمن 3 أقلام هو 15 دينار، فما هو ثمن 5, 8, و15 قلما؟ إذن هذه الوضعية الأولى نستعمل فيها طريقة التناسبية العمودية، أو طريقة معامل تناسبية. التناسبية العمودية هي الاعتماد على معامل تناسبية. كيف ذلك؟ إذن نرسم الجدول بهذه الطريقة. السطر الأول أضع فيه عدد الأقلام، والسطر الثاني ثمن الأقلام. المطلوب هنا إيجاد ثمن 5, 8, و15 قلما. لدي معلومتين مفيدتين، وهما 3 و15. 3 تمثل عدد الأقلام، و15 ثمن 3 أقلام. إذن أضع المعلومتين المهمتين في العمود الأول. دائما نذهب إلى العمود الذي يوجد فيه قيمتين معلومتين، وهو العمود الأول. مفهوم؟ الآن المطلوب أكمل الجدول باستعمال معامل تناسبية. كيف أكمل الجدول باستعمال معامل تناسبية؟ نستخرج معامل تناسبية بالطريقة التي تعلمناها. كيف؟ قلنا نذهب إلى العمود الذي يوجد فيه قيمتين معلومتين، العمود الأول، وأقسم العدد الكبير على العدد الصغير، يعني 15 قسمة 3، وأجد كم؟ أجد 5. إذن 5 هو معامل تناسبية. نكتب 5 هنا، معناه أعداد السطر الثاني نقسمها على 5 تعطينا أعداد السطر الأول، وبطريقة عكسية أعداد السطر الأول نضربها في كم؟ في 5 تعطيني أعداد السطر الثاني. إذن كيف وجدت معامل تناسبية؟ نذهب إلى العمود الأول الذي نجد فيه قيمتين معلومتين، هي 3 عدد الأقلام تقابلها 15 ثمن الأقلام. ماذا أفعل؟ نقسم العمود الكبير نقسم العدد الكبير على العدد الصغير، يعني 15 قسمة 3، ونجد معامل تناسبية، ثم أضعه في الجهتين. قلنا من الأسفل إلى الأعلى نقسم، من الأعلى إلى الأسفل نضرب في نفس العدد. الآن سهل جدا، هل بإمكاني أن أكمل هذا الجدول؟ نعم، بكل سهولة. ماذا أفعل؟ أضرب 5 في 5 في العمود الثاني، 5 في 5 25، وأكتب 25. العمود الثالث لدي عدد الأقلام 8، إذن ماذا أفعل؟ 8 في 5،
يساوي 40، أكتب 40. العمود الأخير عدد الأقلام 15، نضرب 15 في 5 تعطيني 75، وهنا لقد أكملت الجدول باستعمال معامل تناسبية. ماذا فعلت أولاً؟ استخرجت معامل تناسبية. كيف استخرجته؟ ذهبت إلى العمود الأول أين أجد قيمتين معلومتين وقسمت العدد الكبير على العدد الصغير فوجدت معامل تناسبية، ثم ضربت باقي الأعداد يعني أعداد السطر الأول في معامل تناسبية 5 ووجدت أعداد السطر الثاني بكل بساطة. ننتقل إلى وضعية أخرى لكي نفهم هذه الطريقة أكثر. إذا الوضعية الثانية، دائما باستعمال الطريقة الأولى معامل تناسبية أو التناسبية العمودية. هذه هي التناسبية العمودية. إذا علمت بأن ثمن قصتين هو 18 دينار، هنا أعطاني معلومتين مفيدتين، أين أضعهما؟ أضعهما في العمود الأول. أكمل هذا الجدول، لاحظوا جيدا، في السطر الأول أضع عدد القصص وفي السطر الثاني ثمن القصص. ماذا يوجد في العمود الأول؟ يوجد القيمتين المقدمتين في الوضعية، يعني قصتين 2 عدد القصص أكتبها في السطر الأول، و 18 ثمن قصتين أضعها في السطر الثاني، دائما في العمود الأول. كيف أكمل هذا الجدول؟ استعمل الطريقة الأولى، يعني استخرج معامل تناسبية. وكيف نستخرج معامل تناسبية؟ نذهب إلى العمود الأول. يلا نذهب إلى العمود الأول الذي يوجد فيه قيمتين، وماذا أفعل؟ أقسم العدد الكبير على العدد الصغير، معناه 18 قسمة 2 ويساوي 9. إذا معامل تناسبية هو 9، نكتب 9. ماذا نفعل الآن؟ عندما ننتقل من السطر أعداد السطر الأول إلى أعداد السطر الثاني، ماذا نفعل؟ نضرب في 9. والعكس، عندما ننتقل من أعداد السطر الثاني إلى أعداد السطر الأول، أقسم على 9. كيف ذلك؟ نبدأ بالعمود الثاني. عندما يكون عدد القصص 4، ماذا أفعل؟ لاحظوا، أنا أنتقل من الأعلى إلى الأسفل، إذن أضرب 4 في 9 ويساوي 36. ممتاز. لاحظوا العمود الثالث لدي 81. 81 ماذا يمثل؟ يمثل ثمن القصص. إذا هنا أنا أنتقل من الأسفل إلى الأعلى، ماذا أفعل؟ هل أضرب أم أقسم؟ إذا قلنا نقسم. إذا 81 قسمة 9، لا أضرب 81 في 9، لأن 81 لاحظوا أين هي؟ هي موجودة في السطر الثاني. قلنا عندما أنتقل من السطر الثاني إلى السطر الأول أقسم على معامل تناسبية وتعطيني 9. العمود الرابع، لاحظوا أنا أنتقل من السطر الأول إلى السطر الثاني، إذن أضرب في 9، 20 في 9 يساوي 180. العمود الأخير لدي ثمن القصص 234، إذن أنا أنتقل من الأسفل إلى الأعلى، ماذا أفعل؟ أقسم 234 على 9 وأجد 26. إذا لاحظوا بكل سهولة أكملت هذا الجدول باستعمال التناسبية العمودية أو طريقة معامل تناسبية. عندما يطلب مني طريقة معامل تناسبية أو تناسبية العمودية، ماذا أفعل؟ أستخرج معامل تناسبية بالذهاب إلى العمود الأول الذي يوجد فيه قيمتين معلومتين، أقسم العدد الكبير على العدد الصغير، ثم أجد معامل تناسبية. وعندما أنتقل من السطر الأول إلى السطر الثاني أضرب في معامل تناسبية، والعكس صحيح. مفهوم؟ ممتاز. ننتقل الآن إلى الطريقة الثانية وهي التناسبية الأفقية، يعني عكس الطريقة الأولى. الأولى كانت التناسبية العمودية باستعمال معامل تناسبية، أما هذه الطريقة تسمى التناسبية الأفقية. ما هي التناسبية الأفقية؟ يتميز هذا النوع بالعلاقة الموجودة بين أعداد السطر الواحد، السطر الواحد عكس الطريقة الأولى، وبالتالي ننتقل بين الأعداد بالطريقة الخطية أفقيا. كيف ذلك؟ لاحظوا هذا الجدول، هذا جدول تناسبية. الآن كيف أكمل هذا الجدول باستعمال هذه الطريقة؟ هل أنتقل من السطر الأول إلى السطر الثاني مثل الطريقة الأولى؟ لا، هنا لا أستخرج معامل تناسبية. هذه الطريقة قلنا العلاقة موجودة بين أعداد السطر الواحد. أين هو السطر الواحد؟ يعني مثلا هنا المسافة،
السطر الواحد أين نجد 3 6 9 36؟ كيف أستخرج هذه العلاقة؟ مثلا لاحظوا، ما هي العلاقة الموجودة بين 3 و 6؟ يعني ما هو العدد الذي أضربه في 3 يعطيني 6؟ العدد هو 2. هذه علاقة خطية أفقية. الآن كيف أجد المدة التي أقطعها في 6 كيلومتر؟ كيف ذلك؟ نضرب المدة التي نقطعها في 3 كيلومتر في 2 لأجد المدة التي نقطعها في 6 كيلومتر، يعني أضرب في نفس العدد وأجد النتيجة. مفهوم؟ سأشرح أكثر، إذا انتبهوا جيدا. نبدأ بالوضعية الأولى. تحتاج الأم إلى 6 كيلوغرام من السكر لتحضير 12 كيلوغرام من المربى. السؤال، ما هي كمية المربى التي تحضرها ب 12 24 و 30 كيلوغرام من السكر؟ إذا في الوضعية التناسبية ممكن يعطيني جدول، ممكن يعطيني الوضعية فقط وأنا أرسم الجدول. كيف أرسم الجدول؟ لاحظوا دائما عندي سطرين، السطر الأول أكتب فيه المعلومات الأولى الخاصة بكمية السكر. كمية السكر لاحظوا 6، طلب مني 12 24 و30. السطر الثاني ماذا يوجد فيه؟ يوجد فيه كمية المربى، عندي معلومة واحدة فقط هي الكمية المناسبة لستة أو 6 كيلوغرام من السكر، فقط عندي معلومة واحدة، إذا مطلوب مني أن أكمل هذا الجدول. أكمل الجدول باستعمال الطريقة الخطية، لا أستعمل أو لا أكمل هذا الجدول بالطريقة الأولى باستعمال معامل تناسبية، بل بالطريقة الثانية. كيف ذلك؟ ركزوا معي. ما هي العلاقة الموجودة بين 6 و 12؟ قلنا العلاقة بين أعداد السطر الواحد. 6 أضربها في كم لكي أتحصل على 16 أو 12؟ أضربها في 2. إذن ماذا أفعل؟ في السطر الثاني أضرب 12 في 2 وأتحصل على النتيجة، على كمية المربى التي أحضرها ب 12 كيلوغرام من السكر. إذن نضرب 12 في 2 وأجد 24. إذن هذه طريقة أفقية خطية. مفهوم؟ الآن ما هي كمية المربى التي أصنعها باستعمال 24 كيلوغرام من السكر؟ كيف أجدها؟ أبحث عن العلاقة بين 12 و 24. هل هناك علاقة؟ نعم، 12 أضربها في 2 كذلك تعطيني 24. ماذا أفعل لكي أجد الكمية اللازمة؟ أضرب 24، يعني إجابة 12 أضربها في نفس العدد، أضربها في 2 لأجد إجابة 24. 24 في 2 يساوي 48، إذن الإجابة هي 48. مفهوم؟ الآن هل هناك علاقة بين 24 و 30؟ علاقة مباشرة؟ لا. هل هناك علاقة بين 12 و 30؟ هل هناك علاقة بين 6 و 30؟ قلنا دائما نبحث العلاقة بين أعداد السطر الواحد. هل هناك علاقة بين 6 و 30؟ نعم هناك علاقة. ما هو العدد الذي أضربه في 6 يعطيني 30؟ هو 5. ماذا أفعل الآن؟ ماذا أضرب؟ أضرب نتيجة 6، إجابة 6 في 5. ما هي إجابة 6؟ هي 12. إذن أضرب 12 في كم؟ في 5، في نفس العدد. 12 في 5 تعطيني 60. وهذه هي الطريقة الثانية أو الطريقة الخطية، طريقة معقدة نوعا ما لأنه فيها عدة عمليات، ليست فقط عملية الضرب، ممكن أن أنتقل باستعمال الجمع أو الطرح أو القسمة كذلك بطريقة عكسية، يعني إذا استعملت الضرب بطريقة عكسية نستعمل القسمة. مثلا هنا للانتقال من 6 إلى 30 أضرب في 5، ومن 30 إلى 6 أقسم على 5. مفهوم؟ وهناك كذلك بإمكاني أن أستعمل عملية الجمع أو الطرح، سوف أشرح أكثر. ننتقل إلى الوضعية الثانية، ودائما مع الطريقة الخطية أو التناسبية الأفقية. يمشي رياضي مسافة 3 كيلومتر في ساعة و30 دقيقة. ساعة و30 دقيقة معناه 90 دقيقة، يعني ساعة فيها 60 زائد 30 يساوي 90. إذن لاحظوا هذا الجدول،
أكمل الجدول باستعمال الطريقة الخطية. ما معنى الطريقة الخطية؟ يعني إيجاد العلاقة بين أعداد السطر الواحد. إذا السطر الواحد هو المسافة. لاحظوا جيدا، ما هي العلاقة بين 3 و 6؟ ما هو العدد الذي أضربه في 3 يعطيني 6؟ العدد هو 2. ماذا أفعل؟ ما هي إجابة 3؟ إجابتها 90. إذن أضرب 90 في نفس العدد في 2 لأجد إجابة 6، يعني 90 في 2 يساوي 180 وأجد إجابة 6 بكل سهولة. مفهوم؟ الآن أبحث العلاقة بين 6 و 9. هل هناك علاقة بين 6 و 9؟ لا. إذن أبحث عن علاقة بين 3 و 9. هل هناك علاقة بين 3 و 9؟ نعم، 3 أضربها في 3 تعطيني 9. ماذا أفعل؟ أبحث عن إجابة 3، هي 90. أضرب 90 في نفس العدد في 3 لأجد إجابة 9. إذن 90 في 3 كم يساوي؟ 270. هذه عن طريق الضرب، لكن الطريقة الخطية لا نستعمل فيها فقط الضرب، بإمكاننا أن نستعمل عملية أخرى هي علاقات حسابية مختلفة. بإمكاننا أن نستعمل الضرب، الجمع، الطرح والقسمة. لاحظوا كيف نستعمل الجمع. هل هناك علاقة بين 9 وأعداد أخرى؟ يعني هل بإمكاني أن أجمع عددين لأتحصل على 9؟ نعم، لاحظوا 3 عندما أضيف لها 6 كم تعطيني؟ تعطيني 9. 6 زائد 3 تعطيني 9. إذن ماذا أفعل؟ نفس العلاقة أطبقها مع أعداد السطر الثاني. أجمع إجابة 3 90 زائد إجابة 6 180 لأتحصل على إجابة 9. وما هي؟ 180 زائد 90 يعطيني 270، نفس النتيجة التي تحصلت عليها. إذن هناك علاقة أخرى باستعمال عملية أخرى هي عملية الجمع، والعكس صحيح، بإمكاني أن أستعمل القسمة عكس الضرب والطرح عكس الجمع. إذن الآن نبحث عن إجابة 36 كيلومتر. ما هي هناك علاقة بين 9 و 36؟ نعم، هناك علاقة ضربية. 9 أضربها في كم؟ أضربها في 4 تعطيني 36. إذن ماذا أفعل؟ إجابة 9 يعني 170 أضربها كذلك في 4. 170 في 4 تعطيني 1080. إذن هذا بالنسبة للطريقة الثانية وهي الطريقة الخطية. نكمل مع باقي الطرق. ننتقل إلى الطريقة الثالثة وهي التناسبية الأحادية. هذه طريقة سهلة جدا. يتميز هذا النوع بأن أعداد السطر الواحد تتضمن العدد واحد، وبالتالي فإن معامل التناسبية هو العدد المقابل للعدد واحد أو ما يسمى بقيمة الوحدة. يعني ما هو العدد الذي يقابل واحد؟ كيف ذلك؟ لاحظوا هذا الجدول، هذا جدول تناسبية. كيف استخرج معامل تناسبية هنا؟ قلنا ما معنى، بماذا يتميز هذا النوع؟ بأن أعداد السطر الواحد تتضمن العدد واحد. هل هناك العدد واحد في السطر الأول؟ نعم. لاحظوا في السطر الأول لدي في العمود الأول واحد. ما هي الإجابة المناسبة لواحد أو ما هي قيمة الواحد؟ ما هو ثمن الطابع الواحد؟ ثمنه هو 5. إذن 5 هو معامل تناسبية. ما معنى ذلك؟ معناه أعداد السطر الأول أضربها في 5 لأتحصل على أعداد السطر الثاني بكل سهولة. تابعوا معي. إذن نبدأ بالوضعية الأولى مع الطريقة الثالثة، قيمة الوحدة أو التناسبية الأحادية. إذا علمت بأن ثمن الطابع البريدي الواحد هو 5 دينار، هنا لاحظوا جيدا، أعطاني قيمة الطابع الواحد أو ثمن الطابع الواحد. يعني قلنا إحنا قيمة الوحدة هي معامل تناسبية. ما هو ثمن الطابع الواحد؟ هو 5 دينار. إذن 5 هو معامل تناسبية. هل بإمكاني أن أكمل هذا الجدول بسهولة؟ نعم، طلب مني أن أكمل هذا الجدول باستعمال طريقة قيمة الوحدة. قلنا هنا لدي معامل تناسبية، لا أبحث عنه. لماذا؟ لأنه يقابل قيمة الواحد. إذن ماذا أفعل؟ أضرب أعداد السطر الأول
في 5 اللي هو معامل تناسبية، أو العكس أقسم أعداد السطر الثاني على 5. يلا نبدأ بالعمود الثاني. ما هو ثمن 15 طابع؟ ماذا نفعل؟ من الأعلى إلى الأسفل، أي من السطر الأول إلى الثاني، نضرب في 5. 15 في 5 يساوي 75، إذن نكتب 75. ما هو ثمن 150 طابع؟ ماذا أفعل؟ للانتقال من السطر الأول إلى السطر الثاني، كذلك نضرب في 5. 150 في 5 يساوي 750. ممتاز. الآن لاحظوا معي، لدي ثمن طوابع لكني أبحث عن عدد الطوابع، يعني سأنتقل من السطر الثاني إلى السطر الأول. كيف أنتقل؟ أقسم ثمن الطوابع على معامل تناسبية، يعني 1250 قسمة 5 وأجد 250. قلنا لكي أنتقل من الأسفل إلى الأعلى أقسم على معامل تناسبية. هل فهمتم هذه الطريقة؟ هي طريقة سهلة جدا. إذن نكمل، ننتقل إلى الوضعية الثانية. دائما باستعمال الطريقة الثالثة، طريقة قيمة الوحدة. يشتري الخباز كيسا واحدا من الدقيق كل يومين. ماذا يشتري الخباز؟ كيسا واحدا. هل قدموا لنا قيمة الوحدة؟ نعم، قيمة الكيس الواحد يعني يومين. وماذا تعني لنا قيمة الوحدة؟ قيمة الوحدة هي معامل تناسبية. إذن ما هو معامل تناسبية هنا؟ هو يومين، يعني 2. لاحظوا الجدول، قلنا في السطر الأول نجد عدد أكياس الدقيق، وفي السطر الثاني عدد الأيام. قلنا في هذه الطريقة نجد قيمة العدد واحد. أين هي قيمة العدد واحد؟ هي 2، أي 2 هو معامل تناسبية. الآن أكمل جدول باستعمال طريقة قيمة الوحدة. كيف نستعمل طريقة قيمة الوحدة؟ قلنا ما هو العدد الذي يقابل 1؟ هو 2، إذن 2 هو معامل تناسبية. ما معنى ذلك؟ معناه عندما أنتقل من السطر الأول إلى السطر الثاني أضرب في معامل تناسبية، يعني أضرب في 2. وعندما أنتقل من السطر الثاني إلى السطر الأول أقسم على معامل تناسبية، يعني أقسم على 2، وأكمل الفراغات بكل سهولة. يلا نبدأ، عندما يكون عدد أكياس الدقيق 10 ماذا أفعل؟ هل أضرب في 2 أم أقسم على 2؟ أنا أنتقل من السطر الأول إلى الثاني، إذن نضرب في 2. 10 في 2 يساوي 20. عندما يكون 20، يعني 20 يوما. عندما يكون عدد أكياس الدقيق 25، أنا أنتقل من الأعلى إلى الأسفل، أي من السطر الأول إلى السطر الثاني. هل أضرب أم أقسم؟ جيد، أضرب في 2، إذن 25 في 2 يساوي 50. عندما يكون عدد الأيام 120 يوما، هل أضرب في 2 أم أقسم على 2؟ لاحظوا جيدا، أنا أنتقل من الأسفل إلى الأعلى، أي من السطر الثاني إلى السطر الأول، معناه أقسم على معامل تناسبية، أي أقسم على 2. 120 قسمة 2 يساوي 60. وبهذه الطريقة أكملت جدولي بكل سهولة. قلنا كيف أستخرج هنا معامل تناسبية؟ هو العدد المقابل لقيمة الواحد، يعني القيمة المقابلة لواحد. هنا وجدنا 2، إذن 2 هو معامل تناسبية. ثم أكمل الجدول بكل سهولة. ممتاز. ننتقل الآن إلى الطريقة الأخيرة، وهي الطريقة الثلاثية. ما معنى الطريقة الثلاثية؟ يعني بعد استخراج المخطط من الوضعية التناسبية نضرب الأطراف المعلومة، ثم نقسم النتيجة على القيمة المتبقية. هل فهمتم شيئاً؟ لا؟ إذن تابعوا معي. لاحظوا هذا الجدول، هذا جدول تناسبية فيه سطرين وفيه أعمدة. في السطر الأول لدينا كمية الاستهلاك باللتر، وفي السطر الثاني لدينا المسافة بالكيلومتر. كيف أستعمل هذه الطريقة الثلاثية؟ نذهب إلى العمود الأول الذي يوجد فيه قيمتين، والعمود الثاني الذي نجد فيه قيمة واحدة، معناه لدينا كم من قيمة؟ 3. إذن سمينا هذه الطريقة نسبة إلى الأعداد 3 المعلومة. لكن كيف نستعمل الطريقة الثلاثية؟ لاحظوا هناك طريقة مقاسية، نبحث عن عددين المعلومين المتقابلين المعلومين، أين هما؟ هما 30 و6. ماذا نفعل؟ نضرب 6 في 30 أو 30 في 6، هذه هي
ثم النتيجة التي وجدتها أقسمها على 2. هل فهمتم شيئاً؟ تابعوا معي لكي تفهموا أكثر. نبدأ بالوضعية الأولى باستعمال الطريقة الثلاثية. تستهلك حافلة لترين من البنزين كل 30 كيلومتر. ما هي المسافة التي تقطعها الحافلة عند استهلاك 6 لتر؟ إذن هذا هو السؤال أجيب عنه باستعمال الطريقة الثلاثية. يعني كما تلاحظون هذه وضعية تناسبية، لكن سنقوم بحلها دون استعمال الجدول، فقط باستعمال الطريقة الثلاثية. لكن أولاً يجب علي أن أستخرج المخطط من الوضعية. كيف أستخرج المخطط من الوضعية؟ ركزوا جيداً. أولاً أعيد قراءة الوضعية. تستهلك حافلة لترين من البنزين. أستخرج أهم المعلومات الموجودة في هذه الوضعية. تستهلك حافلة 2 لتر من البنزين. إذن أكتب 2 لتر. كل 30 كيلومتر. 2 لتر تستهلكها كل 30 كيلومتر، يعني 2 لتر ماذا تقابلها؟ تقابلها تناسبها أو تقابلها 30 كيلومتر. السؤال: ما هي المسافة التي تقطعها الحافلة عند استهلاك 6 لتر؟ لدي معلومة مفيدة أخرى هي 6 لتر، لكن أين أضعها أو أين أكتبها؟ هل أكتبها تحت اللتر، يعني تحت 2 لتر، أم تحت 30 كيلومتر؟ بطبيعة الحال أضعها تحت 2 لتر، اللتر تحت اللتر والكيلومتر تحت الكيلومتر، لكن 6 لتر ماذا يناسبها أو ما هي المسافة التي تقطعها الحافلة عند استهلاك هذه الكمية؟ ماذا أفعل؟ سهم وأضع علامة استفهام. إذن هذا بالنسبة لاستخراج المخطط. المخطط يكون باستخراج أهم المعلومات الموجودة في الوضعية بإعادة قراءتها وتنظيمها بهذه الطريقة، مفهوم؟ الآن كيف أستعمل الطريقة الثلاثية؟ لاحظوا أضع خطان متعاكسان أو ما يسمى بالطريقة المقصية هكذا، ثم أبحث عن الطرفان المعلومان، أين الطرفين المعلومين أين هما؟ لدي 30 و6، يعني طرفان المتقابلان 30 و6. لاحظوا 2 ماذا يقابلها؟ لا شيء. إذن لدي 30 تقابل 6 و2 لا تقابل شيء. ماذا أفعل الآن؟ كيف أستعمل هذه الطريقة الثلاثية؟ سهل جدا. أضرب أولا 30 في 6. 30 في 6، هنا العددان المتقابلان بعد استعمال الطريقة المقاسية. أضرب 30 في 6، ثم النتيجة التي وجدتها نقسمها على 2، قسمة 2. إذن نضع هنا كسر، يعني قسمة 2، مفهوم؟ إذن نستخرج المخطط بهذه الطريقة، ثم نستخرج أو نستعمل طريقة ثلاثية هكذا، ثم نبحث عن النتيجة. 30 في 6 يساوي 180، قسمة 2 يساوي كم؟ يساوي 90. 90 ماذا؟ كيلومتر. إذن المسافة التي تقطعها الحافلة عند استهلاك 6 لتر هي 90 كيلومتر، مفهوم؟ إذن بهذه الطريقة نستخرج المخطط ثم نستعمل الطريقة الثلاثية، مفهوم؟ هنا عندما يقدم لنا وضعية فقط بدون استعمال الجدول يكون الاستخراج بهذه الطريقة. سوف نتعرف الآن عن طريقة استعمال الطريقة الثلاثية عن طريق الجدول. هيا بنا. دائما مع الوضعية الأولى، لكن هنا باستعمال الجدول. لاحظوا الجدول، في السطر الأول عندي كمية الاستهلاك باللتر، والسطر الثاني عندي المسافة بالكيلومتر. هنا المطلوب أكمل الجدول باستعمال الطريقة الثلاثية. كيف أستعمل الطريقة الثلاثية؟ من الجدول مباشرة، يعني دون أن أستخرج المخطط. شوفوا معي مليح، عندي في العمود الأول عندي عددين معلومين، عندي 2 لتر هي كمية الاستهلاك، ماذا يقابلها؟ تقابلها 30 كيلومتر هي المسافة. في العمود الثاني عندي معلومة واحدة وهي 6 لتر، يعني كمية الاستهلاك. أنا نحوس على المسافة اللي تقابل 6 لتر من البنزين. كيف أجد هذه المسافة؟ شوفوا معي مليح، أولا
قلنا في العمود الأول عندي معلومتين، في العمود الثاني عندي معلومة، يعني عندي ثلاث معلومات. بهذه الثلاث المعلومات الثلاثة راح نستعمل طريقة ثلاثية. كيف ذلك؟ نبدأ بالطريقة المقصية، يعني نرسم خطان هكذا متعاكسان مثل المقص، ثم أبحث عن العددان متقابلان، كي نراهم الأعداد اللي يتقابلوا باستعمال هذه الطريقة المقصية. عندي، لاحظوا جيدا، عندي 30 تقابلها 6، و2 ماذا يقابلها 2؟ يقابلها لا شيء. إذا ناخذ العددين اللي يتقابلوا 30 و6، واش ندير لهم؟ نضرب 30 في 6 أو 6 في 30. النتيجة اللي نلقاها نقسمها على 2. النتيجة اللي نلقاها كي نضرب 30 في 6 أو 6 في 30 نفس الشيء، نقدر نقلبها، نقسم النتيجة على 2. مفهوم؟ فهمتوا هذه الطريقة؟ راني شرحتها لكم بكل بساطة. إذا قلنا العددان اللي يتقابلوا نضربهم في بعضهم، والنتيجة نقسمها على 2. إذا نروح نطبق، 30 في 6 قسمة 2 يساوي 30 في 6 أجد 180 قسمة 2 أجد 90. النتيجة هي نفسها اللي لقيتها في الطريقة الأولى، يعني عندما استخرجت المخطط وجدت 90 ماذا؟ 90 كيلومتر، ونكتبها في الجدول. إذا فهمنا هذه الطريقة الثلاثية. قلنا أولا نأخذ الأعداد الثلاثة، يعني عددين من العمود الأول، ونأخذ عدد واحد من العمود الثاني، ومن بعد نستعمل الطريقة المقصية، نروح نشوف العددين اللي يتقابلوا بالطريقة المقصية. هنا لقيت 30 تقابل 6 و2 لا ما يقابلها والو. واش درنا؟ ضربنا 30 في 6 والنتيجة قسمناها على 2. 30 في 6 أو 6 في 30 نفس الشيء، المهم هادوك الزوج اللي متقابلين نضربوهم، والنتيجة نقسموها على العدد اللي ما يقابلوا والو. مفهوم؟ جيد. إذا نكملوا دائما ملء الجدول بهذه الطريقة، بالطريقة الثلاثية. هيا، الإجابة تستهلك الحافلة 6 لتر في من البنزين كل 90 كيلومتر. هذه هي الإجابة، تستهلك الحافلة 6 لتر من البنزين كل 90 كيلومتر. إذا نكمل مع باقي الأعداد. الآن نبحث عن المسافة التي تقابل استهلاك 8 لتر من البنزين، دائما باستعمال الطريقة الثلاثية. قلنا أولا عند استعمال الطريقة الثلاثية أذهب إلى العمود الذي يوجد فيه قيمتين معلومتين. هنا عندي العمود الأول، بإمكاني أن أستعمل العمود الأول، وبإمكاني أن أستعمل العمود الثاني. لماذا؟ لأن العمود الأول فيه قيمتين، 2 لتر تقابلها 30 كيلومتر، كذلك العمود الثاني كنا وجدنا إجابة، يعني لدينا 6 لتر تقابلها 90 كيلومتر، يعني بإمكاني أن أستعمل العمود الأول أو الثاني. إحنا نستعمل العمود الثاني، يعني 6 لتر تقابلها 90 كيلومتر، وفي المقابل لدينا 8 لتر كم يقابلها من كيلومتر. إذا سأستعمل هذه الأعداد الثلاثة، 8 6 و 90. مفهوم؟ الآن كيف أستعمل الطريقة الثلاثية؟ قلنا نستعمل أولا خطان متعاكسان، يعني الطريقة المقصية، ونبحث عن العددان اللذان يتقابلان. يعني هنا عندي 8 تقابلها 90 و6 ماذا يقابلها؟ لا شيء. إذا ماذا أفعل؟ العددان المتقابلان أضربهما في بعضهما البعض، يعني نضرب 8 في 90 أو 90 في 8. لاحظوا، ضرب 90 في 8، ثم النتيجة أقسمها على 6. مفهوم؟ قلنا نأخذ تلك الأعداد الثلاثة المعلومة، ثم بطريقة مقصية نستخرج العددان المتقابلان. هنا عندي 90 تقابل 8 و6 لا تقابل شيء، إذا نضرب 90 في 8 والنتيجة أقسمها على 6. 90 في 8 كم يساوي؟ 720 قسمة 6 يساوي 120، إذا النتيجة هي 120 كيلومتر. الإجابة، تستهلك الحافلة 8 لتر من البنزين كل 120 كيلومتر. إذا هذه هي الطريقة الثلاثية. مفهوم؟ نزيدوا نركزوا أكثر باش نفهموها أحسن. هيا بنا،
الآن نبحث عن المسافة التي تناسب 20 لتر من البنزين، أو المسافة التي تقطع عند استهلاك 20 لتر من البنزين. كيف ذلك؟ دائماً باستعمال الطريقة الثلاثية. قلنا نذهب إلى العمود الذي يوجد فيه قيمتين معلومتين. إذن عندي العمود الأول فيه 2 تقابلها 30، 2 لتر تقابلها 30 كيلومتر. العمود الثاني فيه كذلك قيمتين، 6 لتر تقابلها 90 كيلومتر. العمود الثالث كذلك فيه 8 لتر تقابلها 120 كيلومتر. إذن أنا أختار العمود الأقرب إلى العمود الذي أريد أن أجد فيه الإجابة، يعني أختار العمود الثالث ولكي أجد الإجابة. إذن هنا ما هي الأعداد الثلاثة التي سأستعملها في طريقتي الثلاثية؟ عندي 8، 20، 120. إذن قلنا ماذا أفعل لأستعمل طريقة ثلاثية؟ نبدأ بالطريقة المقاسية ونحوس على عددا متقابلا بالطريقة المقاسية. شوفوا معايا، 120 تقابلها 20 و 8 لا يقابلها شيء. إذن ماذا أخذ؟ أخذ 120 و 20 متقابلا، بالعكس يعني بالطريقة المقاسية. ماذا أفعل لهما؟ 120 أضربها في 20، نضرب 120 في 20، ثم النتيجة التي تحصلت عليها نقسمها على 8. لماذا 8؟ لاحظوا 8 لا يقابلها شيء، إذا النتيجة التي وجدتها أقسمها على 8، ونحسب 120 في 20 كم يساوي؟ 2400 قسمة 8 يساوي 300. إذن النتيجة هي 300. كيف أجيب؟ تستهلك الحافلة 20 لتر من البنزين كل 300 كيلومتر. إذن هذا بالنسبة لاستعمال الطريقة الثلاثية. نتمنى أن تكونوا فهمتوا هذه الطريقة وباقي الطرق الأربعة اللي تعرفنا عليها لكي نتمكن من حل وضعية تناسبية. كل وضعية وعندها طريقة المناسبة لها. ممكن أن يطلب مني استعمال طريقة معينة. المفروض نعرف كل هذه الطرق الأربعة، يعني هي أهم الطرق، نفهمها جيدا لكي يسهل علي ملء جدول تناسبية أو حل وضعية تناسبية. مفهوم؟ ممتاز. إذن هذا كل ما لدينا اليوم بالنسبة لدرس التناسبية. إن شاء الله تكونوا فهمتوا هذا الدرس. ركزوا جيدا، أعيدوا الدرس أكثر من مرة. الدرس سهل جدا لكن الطرق هي المتعددة. قلنا تعرفنا اليوم على طريقة معامل تناسبية. كيف أستخرج معامل تناسبية؟ سهل جدا، أنتقل من الأعلى إلى الأسفل، أخذ العدد الكبير وأقسمه على العدد الصغير في نفس العمود ونلقى معامل تناسبية. ثم إذا انتقلت من الأعلى إلى الأسفل أضرب في معامل تناسبية والعكس صحيح. تعرفنا كذلك على الطريقة الخطية. قلنا الطريقة الخطية هي العلاقة الموجودة بين أعداد السطر الواحد. مثلا كما تلاحظون هنا، ما هي العلاقة بين 2 و10 في السطر الواحد؟ 2 أضربها في 5 تعطيني 10. ماذا أفعل؟ الإجابة أو العدد المقابل لـ2 اللي هو 4 أضربه في نفس العدد، أضربه في 5 ويعطيني 20. هذه هي الطريقة الخطية أو الأفقية. كذلك تعرفنا على طريقة قيمة الوحدة. قيمة الوحدة كيكون عندي في السطر الأول 1 مثلا، بدل 2 عندي 1 تقابلها 4، معناه 4 هي معامل تناسبية. لا أبحث عن معامل تناسبية لأنه إذا طبقت واش تعلمته في الطريقة الأولى راح ندير 4 قسمة 1 وأجد 4. إذن مباشرة نأخذ العدد الذي يقابل 1 هو معامل تناسبية ونحسب من الأعلى إلى الأسفل في، من الأسفل إلى الأعلى قسمة. وعندي الطريقة الثلاثية. قلنا كيفاش الطريقة الثلاثية؟ نروح للعمود اللي فيه معلومتين ونروح للعمود اللي فيه معلومة واحدة، ومن بعد نبدأ بطريقة مقاسية نشوف رام العدد المتقابلا نضربهم في بعضهم البعض والنتيجة نقسمها على العدد اللي ما يقابلوا والو ونلقى النتيجة. هذه علمتكم كيفاش نستخرجوها من وضعية وكيفاش نستخرجوها من جدول بطريقتين مختلفتين مع التطبيقات. إن شاء الله تكونوا فهمتوا الدرس، وشكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. سلام.